بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل إن شاء الله بداية محاضراتنا عن الخبر الصحفي. كنا في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن المفاهيم الأساسية لمهنة الصحافة ومجالات التي يمكن أن ندخل في معتركها ضمن عملنا الصحفي المستقبلي القادم إن شاء الله. نبدأ الآن الخطوات الأولى للولوج إلى الخبر الصحفي، وهو أهم الفنون الصحفية. وكما تحدثنا أن كل المعلومات وكل حصيلة ما نستقيه من أشياء هي تنبع أساسا من الخبر، لذلك الاهتمام بالخبر يجب أن يكون شديدا بدرجة عالية، سواء لدى الصحفي أو لدى المواطن أو لدى المسؤول، لدى أي إنسان يحرص على الوصول إلى المعلومة. المادة الأساسية هي الخبر لنا جميعا. وتحدثنا أنه هذه السلسلة جميعنا سيمر فيها إن شاء الله، وسنتدرج في العمل من كتابة خبر إلى تقرير إلى تحقيق إلى حديث إلى مقال. كل هذه تعتمد على آليات متشابهة، مع الفرق بين الفنون ما عدا المقال. المقال هو مادة الرأي الخاص، بمعنى هذا مقالي أنا، أعبر فيه عن آرائي، عن ثقافتي، عن فكري، ولكن دون تسفيه الآخرين ودون الشتم ودون السب. يعني له قواعد وله أسس، أيضا يجب أن نحترم مجموعة القيم ومنظومة المجتمع اللي يدخل في إطارها. هذا أيضا ستأتوا له فيما موضع آخر من المساقات الأخرى. نبدأ الآن كلمة خبر. لو طلبت منكم كلمة الخبر، ماذا يمكن أن يقابلها من كلمات حدث؟ تمام، معلومات. جميل، مجريات يعني تطورات. تمام، غيره؟ نعم، مواقف، إثارة. المواقف تكون عبارة عن آراء، نتعرف على آراء الناس أو الجهات المتصلة بالحدث من خلال هذا الخبر. شيء آخر؟ الرأي ضد الخبر، عكس الخبر. لا، الرأي جزء من الخبر، رأي المسؤول أو رأي الشاهد العيان، أو عدنا نستعرض الأمثلة، وليس ضد. نبأ هذه كلمة رديفة، يعني هناك فرق بين كلمة خبر ونبأ، سنأتي إليها في موضع لاحق. حقائق، معلومات، حقائق. تمام، نعم، وقائع. جميل، هذه المفاهيم أو هذه الكلمات تعبر عن مدلولات الخبر وعن مكونات الخبر. الخبر مما يتكون أساسا يبنى على المعلومات، على الوقائع، على الحقائق. معناته، هذا معناه أن الخبر يجب أن يبنى على أشياء أصيلة، مش أشياء كاذبة أو مخادعة أو مغايرة ومجافية للواقع. وهذا بداية التلاعب لدى البعض في الإعلام، إنه إذا تلاعب في الخبر هذا بنسميه اللي هو التلاعب أو التضليل الإعلامي أو الصحافة الصفراء. أو حنأتي أيضا إلى هذه المفاهيم في نقاط أخرى إن شاء الله. الخبر يحتوي على معلومات في الأساس. الآن لو استعرضنا أي حدث من الأحداث، قبل أن نستعرض كلمة حدث إلى ماذا تشير؟ لماذا يعني أطلقنا على الخبر حدث؟ واقع، واقع تحدث. كل السؤال، هل كل حدث يمكن أن يتحول إلى خبر؟ لا. لماذا؟ لا، متفقين إنه لا. صحيح، إجابة صحيحة. لماذا؟ مش كل الأحداث مهمة، إذا هذا الأهمية، هذا اعتبار. جميل، في مجموعة معايير بتحكم إنه هذا الحدث يستحق أن يكون خبرا أو لا يكون. منها إنه الغرابة الخبر أو الشهرة. الشهرة، يعني الآن لو الخبر ليس غريبا ما بيكونش خبر، ليس شرطا، ليس شرطا. مجموع أكبر. جميل، حسب وسيلة
تمام؟ هو شو اللي بخليك انت بتشتغلي مع اذاعه وزميلتك بتشتغل مع فضائيه وزميله اخرى بتشتغل مع موقع الكتروني او صحيفه مطبوعه؟ ايش هي المعايير اللي انا بدي احرص على وجودها او بتتواجد اصلا في الخبر عشان الاذاعه تقبلها او الصحيفه تقبلها او الفضائيه تقبلها؟ احنا حكينا بعض الاشياء. يا ضحى، مكانة الحدث أو أهميته بالنسبة للرأي العام، تمام؟ تمام، جميل. قيمة الحدث بالنسبة للأحداث الأخرى، قيمة الحدث بالنسبة للأحداث وبالنسبة للجمهور كمان، بالنسبة للجمهور حقيقة الخبر، حقيقة الخبر وإيش مدى يعني المعلومات اللي حصلنا عليها ومدى واقعيتها أو مصداقيتها كمان. ألا يكون هذا الخبر خبر اعتيادي يعني عادي تقليدي نمطي؟ ماشي، تفضلي. الأشخاص المرتبطين بالحدث، تمام؟ الإجابة على معظم الأسئلة الستة، ليس شرطا أن نجيب على كل الأسئلة الستة كمان. الوقت، تمام. هذه اللي أنتوا حكيتوها اسمها، حناخدها عدنا حنمر عليها بشكل سريع، اسمها عناصر الخبر. وهناك خلط بين حاجة اسمها عناصر وحاجة اسمها صفات الخبر، هنوضح كل هذا الكلام. لكن أنا الشاهد في الموضوع أنه ليس كل حدث يمكن أن يتحول إلى خبر زي ما حكيته وزيادة عليه. الآن في العالم كم حدث يقع في اليوم الواحد؟ ملايين. هل هذه تستحق؟ لا. الآن انت بتشتغلي في وسيله اعلاميه، بيجيك خبر من مؤسسه ان جي او، مؤسسه يعني غير حكوميه، رئيس المؤسسه او مجموعه من المؤسسه التقت بمؤسسه اخرى، ما الحدث؟ ايش الحدث في الموضوع؟ في حاجه بتهم الناس في الموضوع؟ في فائده اسفرت عن هذا اللقاء؟ هذا لا يعتبر خبر، لانه فيش في ادنى معايير. ناس التقوا مع بعض، شو عملهم يعني؟ طول النهار في لقاءات. الآن الجامعة الإسلامية في اليوم الواحد بيجي العديد من الوفود والعديد من اللقاءات، هل كلها بنشوفها أخبار على الموقع؟ بعضها عادي، زيارات عادية، زيارات مجاملات، علاقات، توطيد علاقات، مجرد زيارة، مجرد زيارة. يعني في جامعة إجت وفد جامعة أو وفد من أي مؤسسة إجت على الجامعة مجرد زيارة. هذا إذا الجامعة بتعتبره مهم بالنسبة لها ممكن تعملوا خبر على موقعها. لكن بالنسبة للناس برا المجتمع ماذا يعني؟ لا شيء، تحصيل حاصل. ماذا يعني أنه في محافظ غزة إذا زار مؤسسة من المؤسسات أو التقى بمجموعة من المجموعات ولم يسفر اللقاء لا مناقشة شيء ولا طرح شيء ولا لم يتم أي شيء؟ إذا بدنا نبدأ إحنا يكلنا دور في هذه في ضبط هذه المعايير، أنه هذا الخبر يستحق، هذا الحدث يستحق، هذا الحدث لا يستحق، هذا الحدث يستحق ولكن يحتاج إلى استكمال، بمعنى في نواقص أنا بدي أبحث عن عناصر أخرى حتى أجعل منه خبرا مهما. هذا لنا دور فيه في البداية. إذن هذه كلمة حدث. داخل الخبر لما نقرأ أي خبر من الأخبار، هاي جريدة، داخل الخبر إيش موجود؟ معلومات. هذه المعلومات فيها صنفين، معلومات وحقائق، هذه هي الأساس، وآراء، هذه أقل درجة. لماذا الآراء أقل درجة؟ لا بس الرأي أيضا مهم، ولكن يعبر عن شخص أو يعبر عن مسؤول، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، مجرد اجتهاد أو مش مجرد، مش قصة اجتهاد فقط، قد يكون هدف التغرير بوسائل الإعلام، بمعنى أنه تضليل وسائل الإعلام، ممكن يعطي معلومات مضللة ما يعطينيش معلومات دقيقة. فلذلك لو فتحنا أي صحيفة أي موقع إلكتروني وبدأنا نقرأ الأخبار، سادت حالة من التوتر الشديد في المسجد الأقصى المبارك في أعقاب قيام مجموعة من المجندين المستوطنين باقتحام باحاته، تمام؟ معلومات توصف إيش اللي صار في أعقاب. طبعا هذا في خبر سابق إجا إنه في اقتحموا، بعدين إنه بدت الأوضاع تهدى شوية. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطين الأنر والتابعة أن المساعدات التي أدخلت إلى مخيم اليرموك لا تكفي، وهي بين قوسين نقطة في بحر كما قالت أو على حد قولها. الآن بدأنا نلجأ إلى
معلومات مأخوذة من مصادر مختلفة، وهذا اللي احنا حنجيله بنسميه المصادر. الشاهد في الموضوع انه الان في الخبر انت عندما يطلب منك تغطية فعالية من الفعاليات بدك تحرص على شغلتين مهمات. اول شغلة المعلومة، الحقيقة، الواقع. يجب ان نحرص على الوصول الى المصادر الحقيقية والمعلومات الحقيقية. بمعنى، طب وهل هذا معناه انه قد نتعرض الى معلومات غير حقيقية؟ بالتأكيد، وهذا دورنا كصحفيين ان نغربل المعلومات ونميز بين ما ينشر وما لا ينشر. دع المتحدث يتحدث، لكن انا لست ملزما بنشر كل ما تحدث به. انا بدي اميز في اشياء حكاها مش حقيقية، او من باب الدعاية، او من باب الاستغلال، او من باب الظهور. هذا كله احنا بنعمل له عملية غربلة. الغربلة بتصير في عملية التحرير او في عملية المونتاج اذا كان تلفزيوني. يحتوي على اراء، دائما الرأي يبنى على المعلومة. يعني اول حاجة معلومة بعدين رأي. كيف؟ انا عندما اطلب منك ما رأيك فيما يدور في الجمهوريات في الروسية، تمام؟ أنا ليس لدي معلومات عن ما يدور، هل أستطيع أن أدلي برأيي؟ نعم. وهذا طبعاً هذا بالنسبة لنا درس جميعاً، سواء كنا صحفيين أو كنا مواطنين، ألا نتحدث ولا ندلي بآرائنا في موضوع لا نعرف عنه. فلذلك أول نحرص على المعلومات، ثم نتجه إلى المسؤولين لنأخذ آرائهم حول الموضوع، لأنه وكل ما كانت زي ما حكيت توز ملتكو، كل ما كان المسؤول أو كل ما كان الشخص الذي نجري معه اللقاء منصبه أعلى وأهم، كل ما أعطينا زخم أكبر للحدث اللي احنا بدنا نغطيه. وهذه كمان رحلة أخرى حنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله. يتضمن تطورات، يتضمن إثارة. هو هل كلمة إثارة تعيب الخبر؟ لا. يمكن كنا في المحاضرة السابقة نتحدث لزميلاتكم عن لأنهم طرقوا مثل عشان يكون في السياق، إنه البعض بحاول يسوق إنه الأخبار الأهم اليوم هي التي تعتمد مدرسة الإثارة. ماذا تقول مدرسة الإثارة؟ يمكن درستوا في السنة في الفصل الأول أو مر عليكم أن الخبر ليس أن يعض الكلب الإنسان، فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، ولكن إذا عض الإنسان الكلب هذا الأمر غير الطبيعي، هذا هو الخبر. لا، ليس دائما. الأخبار قد تحتاج إلى قدر من الإثارة، متفقين على ذلك، لكن إذا كان كل إثارة هذه بنسميها الصحافة الصفراء، هذه سمومها خبيثة جدا وتأثيراتها مدمرة على الصحافة الجادة، لأنها بتستهوي وبتسحب القراء. الناس بتشرد تهرب أحيانا من الأزمات ومن الخلافات إلى النوع هذا من الصحافة، وهذه مليئة بالكذب والجدل والغش والتضليل وما إلى ذلك. إذن النقطة الأولى هذه أنه كلمة خبر لها العديد من المدلولات. إحنا ركزنا الآن على اثنين من هذه المدلولات، وهي البحث عن معلومات. إذن أمامنا رحلة بحث عن معلومات، وأمامنا بعدها رحلة أخرى، رحلة البحث عن آراء تساند وتعزز المعلومات. قبل أن ننتقل إلى هذه الأخبار اللي حارجع لها الآن، هذه العناصر جميعها هي التي ستكون محور دراستنا على مدار الفصل نظريا وتطبيقيا، والأهم هو المجال الميداني، المجال التطبيقي. كما ترون العناصر الأولى وهناك فاصل بينهم، مفهوم الخبر، إيش نظرتنا للخبر، ماذا يعني بالنسبة لنا الخبر، عناصر الخبر، صفات الخبر، مصادر الأخبار، الأسئلة الستة، مراحل صناعة الخبر، هذه كلها في الإطار الإعداد. يعني هذه ممكن أنا أختصرها في مرحلتين، مرحلة الإعداد ومرحلة التنفيذ، وهذه المرحلة الثالثة مرحلة التحرير. جهدنا بده ينقسم ويتوزع على ثلاث مراحل مرتبطة مع بعضها البعض، وقد يحدث تداخل بين مرحلة وأخرى،
لا غبار في ذلك، فيش مشكلة عادي. مرحلة أن نستعد، ما هو الحدث، المعلومات الأولية عن الحدث، من المرتبط بالحدث سواء أشخاص أو مؤسسات أو تنظيمات أو أماكن، من هي المصادر التي يمكن أن تصرح لنا، مين أهم هذه المصادر، ترتيب المصادر حسب الأهمية والأولوية والقرب من الحدث، الأسئلة المطروحة، ما هي الأسئلة التي يمكن أن نطرحها ونوجهها لهذه المصادر، إجراء المقابلات، جمع المعلومات، جمع البيانات الأولية من مكان الحدث، كل هذا بيتم مع بعضه البعض، ثم ننتقل إلى مرحلة التحرير. مرحلة التحرير هذا كله بتكون عبارة عن نخلص من هاتين المرحلتين إلى درافت، مسودة أو مادة أولية، أو بنسميها المادة الخام. قبل مرحلة الغربلة أو مرحلة التحرير، هذا أنا بستعرضه في البداية حتى نفهم العمليات كلها اللي احنا بالتفصيل حنمر عليها إن شاء الله خلال الفصل، وخلال أيضا التنفيذ الميداني اللي احنا حنخوضه. حنخوض تجارب ميدانية، نحدد بعض الأحداث، نطلب منكم أن تنطلقوا و تحددوا بأنفسكم من هو المصدر، ماذا نحتاج من المصادر، ماذا يمكن أن يوجه لهذه المصادر من تساؤلات، ونكمل العملية ثم ننهي الميدان، ننهي العمل الميداني، نتوجه إلى المكتب أو إلى المنزل أو إلى مكان العمل أو إلى الجامعة، نبدأ عملية التحرير اللي هو تقديم الخبر في شكله النهائي. إذن هذه العمليات في هناك ارتباطات وثيقة بين بعضها البعض. مرحلة الإعداد، مرحلة التنفيذ، وصولا إلى مرحلة التحرير. نلقي نظرة سريعة مفهوم الخبر، سنستنبط الخبر من خلال التساؤلات المعروضة. إذن هذه المفردات سنتناولها إن شاء الله بالإطارين، الإطار النظري والإطار التطبيقي. دعونا نشاهد بعض الأخبار بصورة سريعة لنحاول نسقط عملية إسقاط هذه العناصر على الخبر بصورة أولية بدون تعمق في تفاصيل الخبر. خبر جميعنا تابع جريمة مقتل الطفلة هديل السوري، ولا زالت القضية يعني طي الكتمان بالنسبة لدوافع القتل وما يتعلق بهذه التفاصيل، لأنه لا زالت التحقيقات جارية في الموضوع. هذا ليس موضوعنا، إحنا الموضوعنا التناول الإخباري لهذا الموضوع. أول شيء، دائما في قضايا الجرائم تكثر الشائعات وتكثر الروايات، وينال من المغدور يعني فوق أنه قتل. في كثير من القصص، يمكن أذكر من القصص اللي تبعتها وكتبت يمكن حولها، قضية مقتل شابة في القدس اسمها رماس مقدسية، واللي قتلها خطيبها، طلع في النهاية تم خطيبها، هو استغل فرصة أنه موجود في القدس اللي خاضع للاحتلال. طبعا اللي حقق في القضية قوات الاحتلال، واللي كشفوا أنه كان متورط في قضية سرقة، وعندما ذهبوا للبيت للتفتيش وجدوا بعض حاجيات اللي كان هو ماخذها منها وموجودة عنده. ما علم الموضوع كان انه الاعلام كيف ممكن يرتكب جريمة في بعض الاحيان. اثيرت العديد من الاقاويل التي انتهكت حرمات هذه الشابة، والبعض كتب اخبارا عبر، هذا هو الشاهد في الموضوع، بعض المواقع نشرت اخبار بدون مصدر. ما هو المصدر؟ من أين؟ ويعتقد أن خلفية الحادث جاءت أخلاقية وجنائية وما إلى ذلك، رغم أن البنت لم يكن لها أي ذنب في الموضوع، ولا يوجد لها أي، يعني الموضوع ليس له أي علاقة بموضوع أخلاقي، وبنت محجبة أصلا وقتلت وهي محجبة أيما ألقى اللي هو بخنقها أظنه، ألقى يعني حجر كبير على رأسها على جبل وتركها ورماها على الجبل. تمام؟ إذن احنا كصحفيين الدرس الاول إلنا، خبر بدون مصادر لا نتعامل معه. مش لا نتعامل معه يعني تماما،
نوقفه على جانب، دعيه جانبا، دعيه تحت دائرة الشك والاتهام حتى يثبت عكس ذلك أو نصل إلى مصدر يدلي لنا بمعلومات. الآن حادثة أو جريمة مقتل الطفلة السوري. الآن هذا الخبر قبل الخبر الأخير، العثور على جثة الطفلة السوري متحللة واعتقال مشتبهين. إحنا كصحفيين يا أخواتنا بنتعلم أيضا شغلة، في شغلات كثير مهمة أسس إلنا. نحن لسنا جهة إصدار أحكام، ممنوع إحنا نقول هو متهم، هو اللي قتل، هو إذن يتبين من خلال التصريحات التي أدلى بها أهالي المغدورة أن عمها فعلا قد قتلها. هذه جريمة صحفية. من أنت من أنا حتى نصدر حكما قضائيا؟ هذا حكم قضائي. لما أنا أقول هو قاتل يعني هذا حكم قضائي، مش أنا اللي بحكم، المحكمة هي التي تتحدث بهذا الإطار. فبدنا نكون حذرين جدا. كلمة أخبار مهمة جدا ورائعة جدا، والعمل الإخباري كتير مشوق وفي نوع من الإثارة والأكشن والحيوية والنبض، لكن يحتاج إلى دقة متناهية في العمل، يحتاج إلى حذر شديد في التعامل حتى مع المصادر. حتى لو أتيحت لنا مصادر، من هو هذا المصدر؟ قد يكون المصدر بده يحرف مسار التحقيق، قد يكون المعلومات اللي أدلى فيها لذلك الصحفي ليس آلة تسجيل، ليس روبوت كل شيء بسمعه بنقله. لا، يجب أن يميز، يجب أن يناقش، يجب أن يحاجج، يجب أن يظهر للطرف الآخر أنه هو يدلي بمعلومات مش صحيحة، مش دقيقة، كاذبة. يجب أنه يوضح له أنه هو كذاب، لكن بطريقة لبقة وطريقة ذكية جدا. تفضل. تمام تمام، احنا نذكر تفاصيل اهلها ماذا سيتحدث لنا، من منذ متى فقدت الطفله، كيف فقدت، الساعه كام، الظروف، انتوا تشتبهوا بمين، ليش، ما هي التطورات التي اعقبت فقدان هذه الطفله، كيف تعاملتوا مع الحادثه، كيف انتظرتوا هذا الخبر، كيف تعاملتوا، هل مين توقعتوا، وهكذا. لكن هل نستطيع أن نتثبت، يعني إذا هم أطلقوا حكم على أي جهة، إحنا نتورع عن استخدام هذه الأحكام، لأنه هذه أحكام قضائية يجب أن يفصل فيها جهة. إجت المباحث الجنائية، أجريت لقاء مع واحد من المباحث الجنائية وقال لك أجرينا تحقيق مع الجاني وتبين لنا من اعترافاته أنه هو اللي ارتكب الجريمة. الآن من حقك أن تأخذي هذا الكلام وتعرضيه وتضعيه في العنوان كمان، لأنه هذا جهة رسمية، مش مجرد شاهد عيان كمان، هذا جهة رسمية أدلى بمعلومات يسأل عنها ويحاسب عليها أمام القضاء وأمام القانون. إذن القضية أنه يجب أن نتثبت، يجب أنه نلجأ إلى مصادر، يجب أنه نتعامل بحذر وحساسية شديدة مع أي حدث من الأحداث اللي إحنا بدنا نغطيها. الآن بشكل سريع بدي أعطيكم فكرة عامة عن الخبر وتركيب الخبر. الآن مش هندخل لسه في القواعد المهنية، لأنه هذه لسه تحتاج إلى وقت طويل منا وتحتاج إلى جهد لتثبيتها. دير بالكم في بعض المعلومات بحكيها الآن في صراع نفسي، أقبلها ولا أقبلها بالنسبة لكم، هذه تحتاج إلى تثبيت من خلال العمل. لكن التركيب العام للخبر كما ترون، يعني شيء، إيش يعني خبر؟ معلومات، هذه المحصلة النهائية لكل ما هو أمامنا، معلومات، حقائق، ثم آراء من مصادر مختلفة، وكل ما كانت المصادر مسؤولة، كل ما كانت المصادر ذات علاقة بالموضوع طبعا بيكون أفضل وأقوى وأكثر دقة ومصداقية للخبر. طيب التركيب، خلينا نطلع على التركيب. يعني إحنا نقرأ أخبار، كلكم تقرأوا أخبار، لكن قبل هذه المرحلة لم تكونوا تأخذوا بالكم جيدا ما هو مما يتركب الخبر. إيش يتركب الخبر؟ بنشوف شغلات وبنشوف تفاصيل وبنشوف عنوان وبنشوف مصدر، قد تختلط علينا الأمور. في البداية عشان نعرف هذا التركيب والعناصر اللي حكيناها تو، نقول كيف يمكن إسقاطها على الخبر. إذن هذا العنوان، شايفين كلمات، وحتى في يعني لما نيجي على نشيك ونتعمق في النواحي التحريرية، العنوان يجب أن نحدد
ما مفهومنا للعنوان؟ كم عنوان نستخدم؟ كم عدد الكلمات المسموح لنا باستخدامها في إطار العنوان؟ من أين نأتي بالعنوان؟ ماذا يسمح لنا في العنوان؟ ماذا لا يسمح لنا في العنوان؟ طريقة كتابة العنوان لعلمكم. أول ما يقرأ في الخبر ما هو؟ آخر ما يكتب في الخبر هو العنوان. أي واحدة من التناقضات اللي آخر ما يكتب هو العنوان، وأول ما يقرأ هو العنوان، وآخر ما يكتب هذا الأفضل. طبعا مع العمل المهني ومع الخبرة ممكن هذه القاعدة شوية نتجاوزها، لكن في البداية عشان نؤصل بطريقة صحيحة خلينا نمشي صح. بعد العنوان نأتي إلى المصدر. هذا المصدر بيحتوي على شيئين، المكان الجغرافي للحدث، ثم المصدر الإعلامي. من الذي أتى بالخبر؟ مين اللي جاب الخبر؟ وكالة أنباء، موقع إلكتروني، صحفي، حط اسمه، وهكذا. بعد ذلك عندما أطلب منكم تغطية أحداث معينة وتكتبوا خبر، نكتب العنوان، تأتي بالعنوان في الآخر، يعني تكتب العنوان، تكتب المصدر. إيش بدك تكتب المصدر الآن؟ من سيكون مصدر المصدر الصحفي للخبر اللي أنت هتكتبيه؟ أنت، اسمك غزة، هتكتبي اسمك أنت، إنه أنت اللي نقلتي هذا الخبر، أنت اللي نقلتي هذا الخبر. هذا بنسميه مصدر الصحفي اللي نقل الخبر، اللي هو بيكون إما وسيلة إعلامية، وكالة أنباء، أو اسم الصحفي، أو التنين مع بعض. إلى عدة طرق حنشوفها، زي ما احنا مثلا القدس المحتلة، فلسطين، وكالات، يعني أكثر من وكالة. غزة نبيل سنونو، بيروت غزة أحمد المصري، نيويورك قدس بريس، دمشق الجزيرة نت، عمان فلسطين، القاهرة وكالات، كلها أسماء مؤسسات إعلامية نأخذ منها الخبر. إذن عندنا المصدر. بعد ذلك مقدمة. هذا ماذا نسميه؟ جسم. تفاصيل، details. في نهاية الخبر. قد يحتوي الخبر على مقدمة، وقد لا يحتوي. صح؟ صح. يا الخبر يحتوي، إنه الاحتمالين موجودين. ممكن يصير هذا الكلام؟ لازم. هل أي واحدة من كنا قرأت خبراً بدون مقدمة؟ استحال. لا يوجد خبر، لا يوجد فن صحفي أصلاً، مش خبر، لا يوجد أي فن صحفي يخلو من المقدمة. طبعاً الأخبار العاجلة هذا فلاش اسمه، مش يعني شغلة زي عنوان، أشبه بعنوان، أشبه بعنوان وليس خبر. هذا عنوان عناوين الأخبار، أو أهم عناوين الأخبار وليست أخبار. الخبر الكامل هذا هو الخبر الكامل. تفضل. يغني للقارئ المتعجل. أنا الآن ليس لدي وقت، بطلع جنود إسرائيليون يقتحمون الأقصى، ماشي. مناطق عدة لم تصلها هذه المساعدات، الأنروا، المساعدات، غزة تتضامن مع اليرموك بسلسلة بشرية، وطالع أهم العناوين. اليوم في نوع من أنواع الصحافة بيسموها صحافة العناوين. هذه الصحافة اللي أحصل من خلالها على المعلومات الأولية من خلال العناوين، لكن هل أنا يغنيني عن كل شيء؟ لا. العادات، عادات القراءة لدى الناس سواء المواطنين أو الصحفيين، كيف نقرأ الصحيفة أو كيف نقرأ الموقع الإلكتروني؟ نطالع العناوين بصورة عامة، ونبدأ باختيار ما جذبنا، سواء حسب التخصص، حسب الاهتمام، حسب الإثارة، حسب عوامل مختلفة. هكذا نفس تجدي أنا أقرأ الجريدة، هنية يوعز، المناطق عدة لم تسلمها، لم تصل يد المساعدات، الأنروا، هذا الخبر عارفينه كل يوم، الأردن تحذر السلطة من تقديم تنازلات، تأجيل محاكمة الرئيس مرسي، غزة تتضامن مع اليرموك. كيف غزة؟ ببدأ مثلا أقترب أكثر، تبدأ العادات، تجد القارئ اهتم، حتى على الشاشة تجد أنه يقترب أكثر من الشاشة عند خبر معين. في أخبار تانية أنا بطالع العنوان، في أخبار لا ألتفت إليها. مثلا ممكن تجيك زاوية رياضية وليس لديك ميول، ممكن تتركيها تماما.
ممكن تأتي زاوية الطبخ تهتم فيها، ممكن أنك تركز عليها، وهكذا حسب اهتمامات الناس. لكن العبرة أنه الشاهد في الموضوع أنه لا يمكن أن نكتب خبر بدون مقدمة. مش بس هيك، في الأخبار يا أخواتنا المقدمة تلخص الحدث. هناك قواعد هذه يجب أن نعرفها من البداية، قواعد أساسية سنتعامل معها بمهنية، وهي العنوان يلخص الموضوع، ويشتق من المقدمة غالبا، يعني ممكن يؤخذ من المقدمة ومن منطق آخر، لكن معظمه من المقدمة. طيب، المقدمة تلخص الموضوع، مقدمة تعطيني خلاصة، خلاصة، والعنوان بلخص المقدمة كمان. العنوان يلخص، خلينا عشان تكون محددة أكثر، يلخص المقدمة. في ارتباطات وثيقة، يعني أأتي العثور على جثة الطفلة الصوري متحللة واعتقال مشتبهين، أخذت معلومة مهمة تفصيلية، تمام؟ طيب، في المقدمة بتوقع تعاد نفس المعلومة بتفصيلات أوسع. في الجسم تعاد تفصيلات المقدمة، يعني ما ذكرته في المقدمة بده يعطيني تفاصيله بصورة موسعة منقولة عن مصادر، عن شهود عيان، عن روايات مختلفة وما إلى ذلك. انظروا إلى الخبر، عثرت الشرطة الفلسطينية، ها مين اللي عثر؟ الشرطة الفلسطينية على جثمان طفلة متحللة فقدت أثارها بشكل مفاجئ منذ نهاية شهر ديسمبر. ها بدأ يعطيني أوسع معلومات. طيب، نيجي للتفاصيل، سنجد مصادر وسنجد معلومات أوسع. وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيوب أبو شعر في تصريح على صفحته في فيسبوك إن الشرطة عثرت على جثة الطفلة، وأشار إلى أن الشرطة بشرت التحقيق وكانت مصادر عائلية قالت لوكالة صفا، وذكرت أن الشرطة وكانت الطفلة الصور. تفاصيل أكثر، بنضلنا نتوسع في الموضوع حسب الأهمية. تفضل. تعتبر الصفحات الرسمية فقط بشرط أن يتم التثبت من الصفحة. ليش؟ لأنه بعض الشخصيات المشهورة أو المسؤولة هناك صفحات أصدقاء لهم، التثبت من خلال طبعا هو بيكون أعلن أنه هذه الصفحة الرسمية الوحيدة تبعته. عشان هيك الآن لما ينقلوا في زوايا جديدة أصبحت في الصحافة اللي هي تغريدات المسؤولين أو الناس النخبة الموجودين في المجتمع تؤخذ من صفحاتهم سواء فيسبوك أو تويتر، رغم أنه تويتر أكثر لأنه التواجد السياسيين على تويتر أكثر من الفيسبوك وفي رسمية أكثر من الفيسبوك، فلذلك إذا تثبتنا من الصفحة ممكن أن ننقل عنها، ولكن الأفضل هو الاتصال والسؤال المباشر. في البداية أنتم كطالبات مش حنسمح لكم تأخذوا تنقلوا عن الصفحات. لماذا؟ لأنه أنا أريد، لا ليس لهذا السبب، أريد أن تتعلم مهارة السؤال والاتصال والتعامل مع المصادر، وكيف تتعاملي مع المصدر، وماذا أتحدث للمصدر، وكيف أتعامل معه في حال الرفض أو الامتناع، كيف أقنعه. هذه مهارات أساسية، أما لا نريد أن نأتي بأشياء جاهزة من البداية، لا، نتعلم الشيء على أصوله. إنه هي عندي مصدر أنا بدي أتصل فيه، كيف تعاملت مع المصدر، كيف أصل إلى المصدر، من أين أحصل رقم المصدر، أصلا من هو المصدر في الأساس. ممكن أنت كطالبة جديدة ولا تتابع الأحداث، طب كيف أنا بدي أجيب معلومات، طب مين هو المسؤول، لسه أنت لا تعلم مين هو الناطق باسم الشرطة، بدك تسألي من هو الناطق باسم الشرطة، أو من الشخص المخول في الشرطة أنه يتحدث إلى وسائل الإعلام. هاي كعرف في المرة الأولى عرفنا مين الشخص المخول، بصير نعرفه للمرات القادمة وهكذا. إذا ضروري جدا، مهم في عملنا، علاقتنا مع المصادر لازم تكون مهمة جدا، لأنه شغلنا مبني على مصادر. أنت عندك معلومات، بدون مصادر لا يمكن أنه يكون المعلومات هذه تتحول إلى خبر
في دقة وفي مصداقية وفي نوع من أنواع الموضوعية. هذا كان مجرد وهذا تفسير زي ما شفته يعني سريع للثنايا الخبر اللي إجا في المقدمة. كان مجرد عرض سريع كيف بتركب الخبر حتى عندما نبدأ في المحاضرات القادمة نستحضر جزءا جزءا عنصرا عنصرا يعني مفردة مفردة من تركيبات الخبر تكون الصورة واضحة. وكمان عندما تبدأ بالمتابعة الإخبارية الآن عندما تسمع أخبار عندما تقرأ أخبار عندما تتصفح على مواقع الإنترنت أخبار الآن عاداتكم تتغير، طريقة تعاملكم مع الخبر تتغير، قراءتكم وتعمقكم كيف كتبت المقدمة؟ لماذا استخدموا هذا العنوان؟ العنوان معبر غير معبر، هناك اقترحي عناوين أخرى. بدنا نبدأ برحلة تعلم ذاتي ومهمة جدا إنه هذه نزرعها فيكم. موضوع التعلم الذاتي في الصحافة جدا جدا مهم، لأنه لا يكفي محاضرة ولا عشرات المحاضرات أن تخرج صحفيا، الميدان والتدريب والممارسة هي اللي بتخرج الصحفي. أتمنى إنكم تتواصلوا معنا كما استخدمنا صفحة الفيسبوك في سؤال تفاعل، إذا كان في عندنا شيء تفاعل تفاعلوا معنا على أساس أن نكمل، يعني هذا جانب مكمل للمحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ بتفصيلات أوسع عن هذه المفردات التي يتكون منها الخبر إن شاء الله.